هذول جوز زغليل يا ابو الطعم فيه غريبة في الوقت هذا زغليل عملت على الشباك عندنا طعمين جعانات عاد في الفترة هاي يعني بوقف الحمام قليل هاي يعني متأخرة يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتحياتي للجميع طبعا اليوم بدنا نشوف كلب البيتبول البلاق كيف استجابته للكرة زي ما قلت لكم الفيديو قبل الكرة مهمة جدا لأنه الكلب يطيع الأوامر يعني أنا أحيانا بشوف إنه الكرة بحب هالكلب أكثر من المكافأة. امسك امسك. طبعا أنا أول مرة هذا البيت بول. يلا اقعد. أول مرة هالبيت بول بدنا نعطيه كرة. اقعد شوي. يلا بيت بول. جيب جيب جيبها. جيبها. تعال هون هات فلت هات فلت اقعد اول مرة البيتبول هون بمسك الكرة بتصدقوا اخوان خليه اقعد تعال خليه أول مرة أقسم بالله بتعامل معه وبعطيه درس خليه جيبها تعال فلة ترد علي يلا تعال جيبها بدي اياه يتعلق بالطابة يتعلق فيها مش متعلق فيها الكلب أول مرة في حياته هذا الكلب بيمسك طابة بس بولي تعال جيبها بتبول تعال خليك يبدو انه ذكي خليك تعال تركي بمشي خليك يلا خليك شوف كيف مشى يلا جيبها امسك وحش تعال هون شاطر ايوه خلص صار يفلتها لا ايدي لا اوعى خليه يلا شاطر اقعد شاطر خليك اقعد خليك طبعا يا اخوان زي ما قلت لكم هذا الكلب اول مره بحاول اني اخليه يحب الطابق اذا الكلب حب الطابة ممتاز بيساعد كثير 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 في إطاعة الأوامر شوي أول مرة بحياته هذا الكلب بيقعد طابة هذا البيتبول يعني له عندي فترة كان صغير تعال بيتبول يلا جيبه شايفين مش كثير حب الطابة مش زي لكن أنا لازم أعوضه يعني نشوف انه من الكلاب اللي بتحب الطابات يعني هو مش كثير حاب الطابه خليه يمضغها شوفوا كيف بحبوا الكلاب يمضغ يعص على اسنانه يلا بحب الطابه ركزوا كيف شايفين بمضغ فيها هاي
انا بالنسبه لي كجمال بحب انه الكلب يحب الطابه كثير في التدريب بيساعدنا. طبعا احنا للاسف اتاخرنا عليه في التدريب، بتعرفوا في الصيف ضغط عندنا وصيد وإشي، هالكيف احنا بخف عندنا الصيد الافاعي، بصير في عندنا وقت كثير نتفضل الكلاب، بصير عندنا مجال. انا بدي اعمل إشي، افصل لوح خشب طويل وخلي يصير الكلب يطلع ويمسك الطابه وينزل، لكن بدنا مكان نحط فيه رمل. قبل فتره عملنا طاوله ضد الكريم وللتدريب وجبنا رمل وحطيناها فوق، شايفين؟ لكن للاسف تعرف اولاد صغار وإشي، والخشب راح انسرق وخربت واخذوا الطاوله. ولا كنت عامل إشي من خلف هذا الإشي انا ممتاز. كل ما الكلب عمل هيك جيد بصير يحب الطابق، شايفين كيف؟